وجهة أو توجه محمد الخامس من تأسيس البرلمان كان يهدف إلى ضمان التعددية الحزبية والسياسية، شيء الذي كان مفقودا على في الساحة العربية تقريبا. نلاحظ انتشار آنذاك الحزب الوحيد في مجموعة كبيرة من الدول العربية والإسلامية، والمغرب أنعم بالتعددية الحزبية منذ الاستقلال، والبرلمان المغربي كان كآلية حقيقية لتنزيل هذه التعددية وضمانها. فيما يخص تعزيز دولة الحق والقانون، لا يمكن أن نتحدث عن الحق وعن القانون وعن الفعل الديمقراطي في غياب آليات مؤسساتية كالبرلمان بغرفته. لابد أن يكون البرلمان لضمان الحق والقانون، وأن يكون هذا البرلمان هو منبر للدفاع عن الحقوق وكذلك التدافع وتبيان اختلاف وجهات النظر. والديمقراطية ككل لا يمكن أن تكون إلا بأصوات متعددة، لا يمكن أن تكون أصوات مستنسخة، فالشيء المستنسخ لا يمكن أن يكرس فعلا ديمقراطيا. وبالتالي فالبرلمان لعب أدوارا طلائعية في ضمان وتعزيز دولة الحق والقانون التي نتحدث عنها في المغرب. وفي الآونة الأخيرة منذ تولي محمد السادس نصره الله لاحظنا أن الرقعة الحقوقية اتسعت بشكل لافت، هذا ما يقوله جميع الناس حتى من خارج المغرب. إذن يعني هناك انفراج على مستوى الصحافة، هناك انفراج على مستوى حتى الممارسة السياسية، هناك انفراج في الحديث عن كل المشاكل القضايا المعروضة داخل الوطن. يعني نحس بأن المساحة الحقوقية اتسعت، وهذا مكسب نسجله باعتزاز في عهد محمد السادس نصره الله.